أمريكا. تفضل الأخ حكيم، حكيم من باتنا للمرة الثالثة، تفضل. السلام عليكم. المرة الثالثة خويا، والله اسمح لي نور الدين خويا، فيسك ننتظر وساعات يدخل لي ابال، ممكن تعطيني الكلمة وانا ما نكونش، اسمحوا لي. السلام عليكم قبل وعليكم كلش، السلام ورحمة الله. وش حوالكم؟ نتمنى تكونوا لاباس. لاباس الحمد لله، مرحبا. الحمد لله. وبيك خويا نور الدين. نور الدين خويا، بون احنا لازمنا شوية نعطيو تسمى امثلة نعم. اللي هي اللي يعني توجهنا كيف يعني تكون لا مانيبيولاسيون. كاين مانيبيولاسيون في الاقتصاد، كاين كيما نقولوا في اي يعني في اي مجال، كاين هو نورمالمون ما نسميوهاش حرب، يعني بالنسبه ليا، يعني بالنسبه ليا انا نسميها تلاعب، دجل، تلاعب بالكتل الشعبيه، سي اون مانيبيولاسيون. دي استراتيجي، وما كاين 10 استراتيجيات الى يحبوا الجماعه تفضل تفضل. نحطها على لاباج، يعني ندير كوبي كولي بيسك راني مديرها على صفحة الفيسبوك. لا تفضل قولها حتى باش ربما يستفادوا الاخوان اللي ما عندهمش معلومات ولا. شوي معقدة، علاش؟ مليح واحد يقراها وهو يزيد يحلل، بيسك ما شاء الله هم عندهم وعي، الله يبارك الخوة، يعني عطاو ما شاء الله. شي وانا حبيت نعطي أمثلة على الحوايج هذو. نروحوا مثلا من ناحية كيفاش كي جات حكاية انفلونزا الطيور. تسمى احنا نروحوا شوي من الحروب ومن هنا، نروحوا لواحد الحاجة نبسطوها لبالك، هذيك يسميوها تقريب لارناك دي سياكل، بالك توصلوا توصل الاخرى لوامس، لورغانيزاسيون مونديال دو لا سانتي، المنظمة العالمية للصحة، انها تعلن باللي وصلنا لا زون بانديميك 6، تسمى 6 درجة 6، معناتها ساي فو لاليرت ماكسيمال، الناس لازم دير فاكسان وكذا ومن هنا. وهذه على بال كما قالوا الاخوه الحاجه منهجيه، سا برون دي طون دي فوا، ودي فوا تكون سبونتاني، سبونتاني في حالات، وها كيما حاجه كيما هذه سا برون دي طون. هما بداوا بها بالانفلونزا الطيور ومنها، وهي في الصين وماتوا منها كذا ومنها، وهي في الحقيقه هذه الانفلونزا يعني راهي ما تتعداش، الخطر تاعها ما يتعداش لا غريب العادية، لا غريب افيير هذه، كيما لا غريب هذه ان اش هذه اللي دارت، كيما العادية اللي يفوتها الانسان كل عام. وش هو الفيروس؟ كل عام يتجدد، يعني كل عام كاينين سوش يبدلها على ذاك، كل عام لازم نديرو فاكسان. تسمى الناس دارت هاد لافير هذه، دارت اون بروباغوند، الناس كامل لا غريب افيير اون فا مورير. زادوا جبدوا حكاية حمى الإسبانية اللي صارت في 1800 ولا 26 ولا حاجة كيما هاك، وداروا تهويل في هذا النوع هذا، وعشاو الدول كامل، تسمى لعبوا على الدول كامل، عشاو كامل اللي بيشريو في دي فاكسان اللي ما عندهم حتى معنى، كاين حتى اللي ممكن استعملوهم ولاو بضرر عليهم، خاطر الفاكسان هذا بحكم انه يتبريبارا بالمركيور، والمركيور هذا عنده تاثير كيما النيكليار سي نوردين. بون، نرجعوا للقضيه، كيما مثلا حنا كيفاش تمانيبيولا الشعب في الجزائر. نعطيو حنا قضيه مبسطه، في الجزائر بداو يمانيبيوليو في الشعب بطريقه باش يدخلوه هما في الديمقراطيه اللي بغاوها هما، مش الديمقراطيه الحقيقيه. بداو تقطع الخبز، تقطع السميد كذا، الناس بانيكات، ولات الناس خافت، الشعب ناض، نوضوه هما ذراع، نوضوه ذراع، خاطر هما عرفوا رواحهم راهم دون زين زون تاع دخلوا في اقتصاد فلس، البترول هبط، هما سرقوا لي كاس كامل، كان لازم عليهم يلقوا حل، خاطر الشعب لا ينوض على اثار تاع اقتصاد هما يروحوا، ما فيهاش هضره. مالو هما باش يحولوا الأزمة الاقتصادية يحولوها لأزمة سياسية، خاطر تقدر تعيش مع أزمة سياسية بصح ما تقدرش تعيش في أزمة اقتصادية، يصعب لك، الشعب راه ياكلك. هما قال لك حنا نتغداو بالشعب قبل ما يتعشى بينا، قال لك حنا نقيسوه في كرشو. وأنا كاين ناس يعني وشهود ومن هنا، كانت دي ستوك في الولايات عيطوا لهم أنهم يبعثوا لي ستوك هذوك يطلعوا للجزائر باش يختلقوا الشارع ينوض ذراع، خاطر حنايا كما يقول لك ما بني على باطل تسمى هو فهو باطل.
احنا الديمقراطيه تاعنا راهي بنات على الباطل، وتاعهم ماهيش تاعنا، هما اللي بغاو يخرجوا من حكايه الحزب الواحد وشغل اللي يكثروا الحزاب، وحنا بون ما خرجناش على جاله الديمقراطيه. كون تذكر اخويا نور الدين في 88 الناس كي خرجت وناضت هكذاك، ناضت على الباكيطه. سبحان الله العظيم، قال الصديق نتاعو في الميكروفون من فضلك. قال له صاحبه تفضل. قلت له الحكيم، قلت لك نور الدين خويا الناس ناضت على الخبز، اعطاو لهم الديمقراطيه والغدوه صاي خلصت الازمه، توفر خبز وكذا من هنا، وقتلوا 500 واحد باش قال واش الديمقراطيه جات بالدم. 5 اكتوبر لو شيفر بويسكو ما يعتمدوا على الرموز، 5 اكتوبر 500 مور تسمى، هما راهم بازيو على باش يكونوا منهجيين ويكونوا شغل يحكموا خط مستقيم. فوالا تسمى هنا تمانيبيولا الشعب، وراح شغل عطاو له الديمقراطيه، يا راح روح هاو قال لك ديروا حزاب من دخلوه منا، جابوا الفيس وين يقيسوا هما، خموا قال لك حنا الشعب الجزائري ونقدروا نقيسوه في قبليه، ما قدروش قال لك ندخلوا القبائل مع الشاويه، ما قدروش القبائل مع البلديه، ما كانش، حنا متوحدين وخلاص. قال لك حنا نروحوا لهم الحاجه اللي توحدهم هي الاسلام، ديروا لهم حزب في الاسلام، ومن بعد الاسلام هذا نديروا لهم اسلاموفوبيا، ودرك اللي نسميوها فيسوفوبيا، انا اللي نسميها فيسوفوبيا. الناس ولات تخاف من الفيس على اساس انهم هما ورطوه، وكانوا اخطاء من ناحيه الناس اللي تورطوا بحكم الخوف ولا اللي صرا ولا، وفي نفس الوقت هما ثاني قاموا بامور اللي حتموا على الشعب يهز السلاح، خاطر كان وقت الناس تاع هذو اللي كيما نقولوا بريباراوهم وطلعوهم للجبال وكذا ومن هنا، هي كانت لا بريباراسيون قبل 88، كان في 87 وكذا، الناس كي تروح هكا في مثل تايا في الصيف تروح تصيف ولا تلقى جماعه اللحيه هذو منه، وهما بداو لها لهم بحكايه افغانستان والجهاد ومن تسمى، الحكايه طويله يعني. الناس اللي انا نعطي معك كلمات هكا، وممكن الناس ترجع يعني دير المراجع، والخبر يحتمل ديما الصدق والكذب، هذه هي. كانوا الناس يديروا شغل المعسكرات، تسمى الناس تروح تصيف شغل هذوك تاع الفيس وحدهم وكذا ومنه، وبدات الناس تبريباري في روحها قدام الدوله وهي تشوف، وممنوع انك دير هكا، هو سي دو لا مانيبيولاسيون. مثلا في المسيره المليونيه تاع الفيس هذيك، انا نبصم لك بالعشره وعندي شهادات حيه، انه اكثر من نص تاع اللي شاركوا كانوا من النظام ودخلهم النظام، كما كان يقول لك الاخ قبيله باللي كاين ناس تسمى يجي شغل يعطيك تسمى يبينك باللي راك قوي، ومن بعد يعطيك الحس هكا، هو بين باللي راهو الفيس هذا قوي، هو الفيس راهو اخترقوه قبل ما يكون يبعد، كان مخترق قبل ما يكون في الساحه السياسيه، كي تكون يبعد ديجا كانوا، والدليل على هذا من بعد كيما مراني وهذاك خشتم كيفاش ولا وزاره وكذا ومن هنا، يعني هذه واضحه. هنا لا مانيبيولاسيون اللي مشى فيها الشعب الجزائري، ودرك واش هو اللي ممكن احتمال، كاين احتمالات حنا ماذا بينا ما نقولوهمش، خاطر ممكن حنا نفيقوا النظام، خاطر انا يعني عارف كاينين الناس يدخلوا باسامي مستعاره ويلعبوها وطنيين وجزائريين، وهما راهم صدقني خويا نور الدين وانني مسؤول على كلامي امام الله وامام المجتمع، هما راهم يهود يدخلوا باسامي على اساس انهم جزائريين، هما راهم من المغرب ومن تونس، ويدخلوا في الاذاعه تاعك ويطلقوا في السموم تاعهم بطريقه تعجب الجميع. على هذا كانني قلت لكم اخوتي الخبر في الاعراب او يقول لك الاسلوب الخبري يحتمل الصدق والكذب، حتى القران، وانما القران يقول لك بغض النظر عن قائله، تسمى الخبر فات اتونسيون راهو يدخل واحد. اخي حكيم شوف، المهم في هذا الصدد هذا
المهم احنا نحسن الظن بالناس والإذاعة اللي والله راه ماني شاك انا يعني عندي اصبر واحد نصبر عندي اسمح لي نور الدين خويا عندي واحد راه هنا اصبرني اصبرني اخي حكيم درك فقط ندير نقطة نتاع النظام. شوف الإذاعة نتاع وطني مفتوحة للجميع، سواء الإنسان اللي راه يهودي والله راه مع الماسونية، يعبد الحجر يعبد البقر. راني معاك نور الدين خويا اصبر اصبر اصبر، قلت لك ندير نقطة نظام فقط، صحيح لأنه أنا اللي راني مسؤول على هذا الحوار، وماذا بيا على جال باش نبقاو في السياق نتاع الحوار حتى باش ما ندخلوش في أمور واحدة أخرى نتاع استفزاز وتولي تصير فيه ردود أفعال ومن بعد ننحرفوا على الحوار. المهم احنا الإذاعة مفتوحة للجميع دون استثناء، فقط هو أن ربما كاين إخوة راهم يسمعوا فيا ويثقوا فيا أنا، يا لهذا الإخوة اللي راهم يقدموا في نفوسهم كاين اللي نعرفهم معرفة شخصية يعني الآن من خلال التواصل معهم، وكاين إخوة ما نعرفهمش، المهم هما يقدموا في نفوسهم، واحد يقول لك راهو في إيطاليا، واحد يقول لك راهو في أمريكا، واحد يقول لك راهو في ما على باليش وين، المهم هما يتحملوا المسؤولية نتاع الكلام تاعهم. لا انا أنا شوف راه مثلا أنت دوكا راه قلت لي باللي حكيم من باتنا، أنا راني مقدم فيك على أساس أنك شوف انا حكيم. راني خارج معاك بصورتي، هذيك هي صورتي وناكتيفي لك درك الكاميرا تشوف الشخص هذاك يا بعد، لا 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 اخي ومن حكيم باتنا وما عندي حتى شكوى ومتواصل معك حتى في الفيسبوك. ما فيش مشكلة اخي حكيم، شوف بقالنا في الحوار، بقالنا احنا رانا صحيح خويا حرب نفسية، سيما هو انا انه مانيش قاصد حتى واحد وشي هو، انا نوجه نوله خاوتي برك تسمى لا ماني هذا يقدر واحد يدخل ويبدل لنا الحكايه ويبان لنا كلامه عسل. شكرا شكرا.